بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الجواب: الكذب معناه الإخبار بغير الواقع، ومن محاسن الإسلام ومكارمه أن حرم الكذب وجعله من جملة المعاصي. قال الله تبارك وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا تقريبا رواية مسلم. فتلخص عندنا من هذا أن الكذب حرام، ولا يجوز المصير إليه إلا لضرورة أو حاجة تقرب من الضرورة، وإذا جاز فيكون في أضيق الحدود، وإذا وجدت وسيلة أخرى تغني عن الكذب فلا يجوز الكذب. والحاصل أنه لا يجوز الكذب إلا في 5 أحوال: أولاً للضرورة، وذلك إذا كان يترتب على الكذب إنقاذ نفس محترمة من الهلاك ومن أو من الموت، وهذا الموضع يصير فيه الحسن قبيحا والقبيح حسنا. فالصدق إذا كان يترتب عليه هلاك نفس محترمة يعتبر قبيحا، والكذب إذا كان يترتب عليه إنقاذ نفس محترمة من الهلاك يصير حسنا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: إذا كان للحاجة التي هي تقرب من الضرورة، وذلك لإنقاذ مال محترم من ظالم يريد أن يستولي على مالا لأحد بغير حق، فهذا الإنسان يستعمل الكذب لإنقاذ هذا المال، فحينئذ في هذه الحال يجوز. الأمر الثالث: يجوز الكذب لأجل الإصلاح ذات البين، لأنه ينزل منزلة الحاجة المهمة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يكذب في الإصلاح بين المتخاصمين فينمي خيرا أو يقول خيرا. هذا الحديث رواه مسلم، وهذا قريب من معناه. الأمر الرابع الذي يجوز فيه الكذب: عند محادثة الرجل زوجته ومحادثة المرأة زوجها فيما يتعلق بالمعاشرة، لا في كل شيء، فيقول لها الزوج مثلا أنه يحبها أو أنها أجمل امرأة، والحال والواقع أنه ليس كذلك، فهذا لأجل المعاشرة وحسن المعاشرة بينهما، ولأجل أن يميل أحدهم الآخر لا بأس في مثل هذا الكذب. فقد جاء أيضا عن أم كلثوم بنت عقبة أنها قالت: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص مما يقول الناس كذب إلا في 3: الإصلاح ذات البين، ومحادثة الرجل امرأته، ومحادثة المرأة زوجها، والحرب. فهذه 3 الأمور جاءت في الحديث الإذن بها للضرورة والحاجة التي إليها. الأمر الخامس التي يجوز فيها الكذب هو في الحرب، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحرب خدعة، رواه البخاري. فهذه 5 الأمور التي يجوز فيها الكذب ولا يجوز في غيرها. وكما قلنا بأنه يجوز الكذب إذا جاز، إنما في الحدود الضيقة، وهذه حدود ضيقة، وإذا أمكن الوصول بالمعاريض لا يجوز التصريح. المعاريض يعني أن يؤتى بكلام يظن السامع أنك تقصد هذا وأنت تقصد أمرا آخر. وقد ترجم البخاري لباب في صحيحه بقوله: باب في المعاريض مندوحة عن الكذب. ومعنى مندوحة معنى أنه رخصة، فإذا وصل وأمكن الوصول إلى الكذب بالمعاريض، يعني تفهم السامع أنك تريد أمرا والحقيقة أنك تريد أمرا آخر، فهذا لا يجوز الكذب الصريح لبشاعة الكذب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.